يعني أشير لحضراتكم على هذا الخبر العاجل المتعلق بأن الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة. إذن مرة أخرى طبقا لما أورده السيد بسام راضي، سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا، حتى التداعيات والأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره. من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا. وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين. نعيد عليكم إذن مشاهدينا الكرام هذا الخبر العاجل. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره. من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا. وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.